أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة الرابعة من العربية، وهذه أبرز ملفات اليوم. رابطة العالم الإسلامي تدعو الأطراف الأفغانية إلى حماية أرواح المدنيين وتؤكد دعمها للشعب الأفغاني. الهيئة السعودية للبيانات توقع اتفاقية بحضور أياتا لتفعيل الجواز الصحي السعودي دوليا. استمرار تعليق تأشيرات العمرة لثلاث عشرة دولة بسبب كورونا، ومكة تستقبل 60,000 معتمر يوميا. أيضا في الرابعة، أكثر من 93,000 أسرة سعودية تستفيد من برنامج القرض العقاري لشراء المنازل خلال 7 أشهر. وبعثات طبية سعودية تتطوع لعلاج الفقراء وتدريب منتسبي الدفاع المدني والهلال الأحمر في موريتانيا. دعت رابطة العالم الإسلامي جميع الأطراف في أفغانستان إلى حفظ الأرواح والممتلكات والحرص على سلامة جميع المقيمين في الأراضي الأفغانية. وأكدت الرابطة على لسان أمينها العام الدكتور محمد العيسى وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني ودعم خياراته الشاملة لجميع مكوناته. العيسى شدد على ضرورة تغليب المصلحة العليا في أفغانستان بعيدا عن أي اعتبارات أخرى، مع مراعاة الحقوق والحريات المشروعة للجميع. وفي أفغانستان تظاهر العشرات في مدينة جلال آباد عاصمة ولاية نانغرهار ضد حركة طالبان حاملين أعلام أفغانستان، فيما أفادت وكالة باجواك أن طالبان قتلت 2 من المتظاهرين خلال محاولتها تفريق الاحتجاجات برصاص الحي. من ناحية ثانية، قالت مصادر لقناة طلوع نيوز الأفغانية إن السفارة الأفغانية في طاجكستان طلبت من الانتربول اعتقال الرئيس أشرف غني ومدير مكتبه ومستشار الأمن القومي بتهمة سرقة أموال عامة. كما استبدلت السفارة الأفغانية صورة أشرف غني بصورة نائبه أمر الله صالح، الذي قال في وقت سابق إنه ووفقا للدستور فهو الرئيس المؤقت لأفغانستان، كما رفض تسليم السلطة لطالبان ووصفها بالحركة الإرهابية. أيضا أكد مسؤول في حركة طالبان أن أنس حقاني القيادي الكبير في طالبان وأحد زعماء شبكة حقاني التقى مع الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس لجنة المصالحة الأفغانية عبدالله عبدالله. وتعد شبكة حقاني فصيلا مهما في حركة طالبان، كما واجهت اتهامات كثيرة خلال السنوات الماضية بتنفيذ أعنف الهجمات في أفغانستان. قال عسكريون أمريكيون عملوا سابقا على تدريب القوات الأفغانية أن صعوبات كبيرة واجهتهم أثناء التدريب على مدى 20 عاما الماضية، أهمها ضعف التعليم بين الجنود الأفغان. جاء ذلك في تقرير استقصائي نشرته صحيفة واشنطن بوست. رايات طالبان ترفرف مجددا في سماء كابول بعد 20 عاما. دخول سلس للمدينة فاجأ الجميع حتى أشد المتشائمين من المسؤولين الأمريكيين. القوات الأفغانية التي أنفق عليها نحو 85 مليار دولار على مدى عقدين انهارت كبيت من ورق،
وفيديوهات استسلام الجنود الأفغان لمقاتلي طالبان الأقل عددا وعدة كشفت هشاشة القوات الحكومية، هشاشة صدمت الولايات المتحدة التي تولت تدريب هذه القوات. للأسف وبشكل مأساوي لم تتمكن القوات الأفغانية من الدفاع عن البلاد، وهذا يفسر سرعة ما حدث. لكن ما الذي جرى بالضبط للقوات الأفغانية؟ صحيفة واشنطن بوست حاولت الوصول لإجابات عبر شهادات عسكريين أمريكيين ممن شاركوا في عمليات التدريب. أثق في قدرة الأفغان على تولي مسؤولية بلادهم بحلول نهاية العام 2014. تقدير ثبت خطأه بالانهيار التام للقوات الأفغانية، انهيار سبقته تحذيرات من مسؤولين أمريكيين على أعلى مستوى. وصلنا عملية تغيير الأشخاص المسؤولين عن تدريب القوات الأفغانية، وفي كل مرة يأتي فيها شخص جديد كان يغير طريقة تدريبهم. التغير المستمر لطرق التدريب لم يكن العائق الوحيد، فالمدربون واجهوا مشاكل متعددة من بينها التعليم. الصعوبة الأكبر كانت في تعليم الأفغان القراءة، من بين 5 أفغان 2 منهم فقط يمكنهم القراءة أو العد. حتى إن جنرال مارك ميلي الذي يشغل حاليا منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة كان قد صرح عن تفاؤله في سبتمبر 2013 حين كان نائبا لقائد القوات الأمريكية في أفغانستان. طالما استمرت قوات الأمن الأفغانية بفعل ما تفعله فأعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام في أفغانستان. اليوم وبعد عقدين من الزمن ومليارات الدولارات التي أنفقت لتدريب القوات الأفغانية وتجهيزها، كل ما بقي هو أسلحة وذخائر سقطت في أيدي العدو. شهدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد مباحثات سعودية باكستانية حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة لرئيس هيئة الأركان العامة السعودي فياض الرويلي، التقى فيها رئيس هيئة الأركان العامة الباكستاني نديم رضا ورئيس أركان القوات الجوية الباكستانية ظهير سيتو. كما ناقشت الزيارة تعزيز وتطوير علاقات التعاون العسكري والاستراتيجي بين الرياض وإسلام آباد. كما استعرض نائب رئيس هيئة الأركان العامة في السعودية الفريق الركن مطلق الزيمع مع وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني والاطلاع على الموقف العام ومختلف التفاصيل الميدانية. يأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر مع قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن والدعم المستمر لإعادة الحكومة اليمنية الشرعية. في مبادرة لتسهيل إجراءات السفر للمواطنين والمقيمين، تم اليوم توقيع اتفاقية البروتوكول التشغيلي بين الهيئة السعودية للبيانات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للطيران المدني، والتي وقعت بدورها مع اتحاد النقل الجوي الدولي أياتا. وتسعى الاتفاقية لتسهيل إجراءات السفر، حيث سيتمكن المسافر من الاطلاع على جميع الاشتراطات الصحية لوجهة السفر المعنية والتأكد من استكمال جميع المتطلبات من منصة واحدة معتمدة وموثوقة. وقد كشف رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله الغامدي للعربية أن الخطوة المقبلة هي اعتماد الجواز الصحي عبر تطبيق توكلنا كوثيقة رسمية داخل الدول. الخطوة المهمة القادمة اللي يكون عن طريق الدول وممثلياتها وسفاراتها في المملكة العربية السعودية
لاعتماد الجواز الصحي كوثيقة رسمية لاستخدامها من الجهات الحكومية في تلك الدول. إنجازنا الآن هو للخطوط الطيران من خلال اتفاقية ثلاثية. الخطوة القادمة بإذن الله تكون لاستخدامها داخل الدول التي تعتمد الجواز الصحي. أنا أعتقد توكلنا الآن من خلال اتفاقيات الإبرامة خصوصا مع الآياتا سهل كثيرا جدا من الشروط التي تفرضها الدول، لأنها تلحظ أن توكلنا ملتزم بجميع الاشتراطات والضوابط الدولية من خلال هذه الاتفاقيات. من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعالج أن الهدف من الاتفاقية تسهيل إجراءات السفر والتحقق من أهلية المسافرين الصحية حسب أفضل الممارسات الدولية عبر تطبيق توكلنا بشكل لحظي. المستهدف أنه جميع المعلومات والاشتراطات الصحية المطلوبة بالدول المختلفة ستكون محملة على هذا التطبيق وبشكل لحظي وآني، وبالتالي ستساهم في تسهيل إجراءات السفر. لن يستطيع أي مسافر أن يصدر البوردنج باس أو بطاقة صعود الطائرة ما لم يكون مستكمل التحصينات أو الإجراءات المطلوبة بما فيها التحصينات اللازمة. كذلك سيتم الربط مع جميع الدول من خلال وزارة الخارجية هذه المرحلة القادمة. للحديث عن هذا الموضوع معنا من الرياض المهندس عبد الله عيسى الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا. أهلا بك مهندس عبد الله إلى الرابعة. إذن خطوة من أجل تعزيز والاستفادة بشكل أكبر من تطبيق توكلنا، ولكن هذه المرة دوليا. أهلا وسهلا وشكرا لكم على الاستضافة الكريمة. فعلا هي خطوة مهمة وبداية إن شاء الله لمرحلة جديدة للجواز الصحي اللي إن شاء الله راح تخدم المسافرين وتسهل عليهم عملهم. جميل. الجواز الصحي هناك خطوات لابد من اتخاذها، لا تتعلق المسألة فقط داخل السعودية، ولكن هناك منظومة دولية ستكون البداية مع آياتا. كيف يمكن العمل على ذلك؟ كيف يمكن أن يستخدم المواطن والمقيم في السعودية هذا التطبيق من أجل التنقل والسفر بحرية في ظل أزمة كورونا؟ سؤال جميل، ويمكن إجابتي له جزء من اللي تم اليوم بالاتفاقية. وهذه الاتفاقية تخدم جانبين أساسيين. الجانب الأول اللي هو تبادل بيانات الجواز الصحي بين توكلنا وآياتا، سواء من توكلنا إلى آياتا أو حتى من آياتا إلى توكلنا، باستخدام طبعا التطبيق الخاص بالآياتا المسمى بالترافل باس. والجانب الثاني اللي هو الاشتراطات الصحية للسفر على حسب وجهة السفر، وهذه كلها إن شاء الله سيتم إتاحتها بتطبيق توكلنا، وسيكون إن شاء الله متواجد لجميع المستخدمين سواء لهم أو لأفراد أسرتهم بناء على الاشتراطات الموجودة لتلك الدول تعرض لهم، ويتأكدون بس من وجود هذه الاشتراطات وتنفيذها. طيب أهم شيء هو موضوع التحصين، صحيح مهندس عبد الله؟ صحيح. طبعا عندنا جانبين، الجانب التحصين وإمكانية إعطائه للجواز الصحي في الآياتا في الترافل باس راح يمكن المسافر من أنه ما يحتاج يشيل معاه الأوراق الثبوتية اللي تثبت أنه أخذ اللقاح وتم تحصينه، وإنما يكتفي بعرضه على جميع شركات الطيران اللي تم ربط أنظمتها مع الآياتا بحيث أنه تكون عملية سهلة سلسة لا تجبر المسافر على أنه يحمل معاه مجموعة أوراق لإثبات حالته الصحية. طيب نتحدث داخليا قليل مهندس عبد الله، يعني توكلنا اصبح جزء مهم
من حياتنا. الأشخاص لا يستطيعون دخول أي مركز أو موقع أو حتى سوق تجاري دون وجود هذا التطبيق. تحدث لنا أكثر عن التطبيق، إلى أين وصلنا في هذا التطبيق، وهل نتوقع اشتراطات أو تطورات مقبلة لتوكلنا في المملكة؟ السؤال هذا مهم الحقيقة. توكلنا نعمل عليه لأن يكون التطبيق الشامل في المملكة العربية السعودية. بدأنا بخطوات متعددة الحمد لله، وننتقل إلى مراحل متجددة، بعضها خارج الجانب الصحي ولكن له ارتباط بالجانب الصحي نوعا ما. مثلا عندنا عما قريب سيتم إن شاء الله استخدام توكلنا للدخول لتذاكر للمباريات الدوري. أيضا سيتم عمل مجموعة وحزمة من الخدمات اللي تثري تجربة المستخدم وتوفر له جميع الخدمات اللي يحتاجها في حياته اليومية، بحيث أنها تكون في تطبيق واحد في مكان واحد يستطيع الوصول له بكل سهولة ويسر، وتجربة مستخدم فريدة تثبت له أن فعلا هو في المكان المناسب لإنهاء جميع أعماله اللي يحتاجها. المهندس عبد الله العيسر، رئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا، شكرا جزيلا. تتابعون أيضا في الرابعة ولكن بعد قليل. تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة هيئة الصحة العامة السعودية، وبينهم خبراء أجانب. تأمل هذه الدرة الفريدة التي تتركز في أحد أهم أحياء مدينة جدة المترفة بالرفاهية والجمال. اصنع الفارق الآن بامتلاكك أرض أرجوان ريتسي. صار العدد كتير كبير من الناس اللي عندها حساسية أسنان ومشكلة اللثة. في معاجين مفعولة مزدوجة تشتغل على مشكلة حساسية الأسنان ومشكلة اللثة. من ستقاتل الولايات المتحدة الأمريكية؟ ومن سيقاتل معها؟ وأين ستخوض هذه الحروب؟ Iran used to be one of our closest allies in the Middle East. They were a bulwark along with the United States. أهلا بكم مجددا. عالمة العربية من مصادرها أن إصدار التأشيرات لمعتمري الخارج مستمر في عدد من الدول، مشيرة إلى أن 13 دولة لا تزال أو لا يزال إيقاف منح التأشيرات فيها مستمرا بسبب تحورات فيروس كورونا، من بينها إندونيسيا ومصر وتركيا. هذا وأفادت المصادر بأن نحو 200 معتمر من الخارج وصلوا إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ويستقبل الحرم المكي يوميا 60,000 معتمر وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية وفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة شؤون الحرمين. كما تم تخصيص 4,000 عامل للقيام بعمليات التنظيف والتعقيم في المسجد الحرام وساحاته الخارجية مرة كل ساعتين. نتابع الحركة مع الزميل عبد الواحد الحميد من مكة المكرمة. أهلا بك عبد الواحد، كيف ترصد الحركة لديك خاصة في ظل رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام؟ نعم محمد، طبعا في المسجد الحرام هناك أكثر من 60,000 معتمر يأتون بشكل يومي على مدار 8 فترات تشغيلية ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الحج والعمرة، والتي تتضمن كذلك منظومة متعلقة بنقاط معينة للتجمع ونقاط خاصة بالتنقل، حيث يمكن للمعتمر أن يحجز الطريق الخاصة التي تلائمه فيما يتعلق بالتنقل. محمد كما تشاهد يعني
بعد صلاة العصر هناك حركة نسبية في الساحة ساحة أجياد، حيث يعني نشاهد عدد من المعتمرين، هناك أعداد من معتمري الداخل والخارج، سواء حتى يشمل ذلك المواطنين والمقيمين والذين يأتون من خارج المملكة، كما ذكرتم في الخبر عن وصول 200 شخص من دول مختلفة. محمد، ذكرت كذلك وزارة الحج والعمرة بأن أعداد الحجاج سوف تزيد وتبدأ بالزيادة بشكل نسبي كلما تقدمت الأيام، باعتبار أن التصريحات أو التصاريح المتعلقة بالعمرة بدأت يعني شركات الحج والعمرة سواء في السعودية أو حتى الوكلاء الموجودين في الدول المختلفة، حسب الإجراءات التي وضعتها وزارة الحج والعمرة والاشتراطات كذلك، والتي تتضمن حسب مشروع الأمن الصحي الذي يرتبط بعدد من الدول خارج المملكة، بأن يذهب المعتمر أو طالب العمرة إلى مركز صحي في بلده للتأكد من صحته قبل التقدم بطلب تأشيرة. طيب. هذه هي أبرز متعلقات العمرة حتى الآن محمد، بعد أيام فقط من بدء توافد معتمري الخارج إلى مكة. الرقم حتى الآن يتحدث عن 200 معتمر، وهو رقم من الخارج طبعا، وهو رقم قليل جدا مقارنة بالأرقام السابقة. عبد الواحد، نعم محمد، 200 الذين وصلوا اليوم، لكن من الأيام الماضية هناك يعني نتحدث عن أعداد بالعشرات، 50 شخص 60 شخص، بالإضافة إلى أن هناك من المعتمرين من يأتي عن طريق خدمة الأفراد، حيث يمكن للمعتمرين من خارج المملكة أن يأتون فرادة بالتعاون مع شركات الحج والعمرة، وكذلك عن طريق وكلاء العمرة في بلدانهم. كما ذكرت، الأعداد حسب وزارة الحج والعمرة تبدأ بالتزايد بشكل نسبي، حيث أن بعض المعتمرين كذلك يأتون عبر المنافذ، نتحدث عن 200 هم فقط الذين وصلوا اليوم عبر المطار، بالإضافة كذلك إلى أن عدد من المعتمرين ونسبة كبيرة منهم قد يذهب إلى المدينة المنورة أولا ثم يأتي إلى مكة المكرمة لأداء العمرة. إذن زيادة في الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام لاستقبال المزيد من المعتمرين في ظل الإجراءات الاحترازية. عبد الواحد الحميد، شكرا جزيلا لك. سجلت أعداد الأسر السعودية المستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء ضمن برنامج سكني أكثر من 93 ألف أسرة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، منها أكثر من 53 ألف أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة. ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة منذ بداية 2021 والتي تجاوزت 124 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية. معنا من الرياض المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم. أستاذ سيف، أهلا وسهلا بك إلى نشرة الرابعة. حدثنا عن الإسكان في 2021، أين وصلنا؟ نعم، أهلا وسهلا بك أخي محمد، أحييك وأحيي السادة المشاهدين والمشاهدات. طبعا برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، واللي يأتي تماشيا مع برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، في كل عام طبعا يعلن عن مستهدفاته في توفير الحلول والخيارات السكنية لأهالينا من الأسر السعودية. في هذا العام تحديدا 2021 واصلنا مسيرة هذا البرنامج التي انطلقت من 2017 بالإعلان عن استهدافنا خدمة 220 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة تستفيد من الخيارات والحلول المتنوعة التي تشمل الوحدات الجاهزة أو الوحدات تحت الإنشاء بنمط البيع على الخارطة أو البناء الذاتي أو الحصول على الأراضي السكنية التي يوفرها البرنامج. حتى الآن يعني في خلال السبعة أشهر الماضية تجاوزنا 124 ألف أسرة استفادت من مختلف الخيارات، كان بينها 97 ألف أسرة سكنت فعليا في منازلها. بإذن الله خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية ديسمبر المقبل نكون قد وصلنا أو حتى تجاوزنا الرقم المستهدف لهذا العام والبالغ 220 ألف أسرة. طيب، لكن أستاذ سيف، لماذا التركيز على الوحدات السكنية الجاهزة؟ ماذا عن الخيارات التي كان يوفرها البرنامج قبل ذلك، ومنها مثلا الأراضي المجانية؟
نعم طبعا اليوم برنامج سكني يتيح مجموعة من الخيارات، مجموعة من المنتجات التي تلائم مختلف الرغبات ومختلف القدرات. نترك الخيار لأهالينا المستفيدين لاختيار ما يلائمهم ويناسبهم من هذه الخيارات. اليوم على صعيد الوحدات الجاهزة قد تكون هي الخيار الأكثر تفضيلا بعدد تجاوز 53 ألف أسرة فضلت هذا الخيار اللي هو خيار الوحدات الجاهزة. خيار الوحدات تحت الإنشاء بنمط البيع الخارطة قرابة 14 ألف أسرة فضلت هذا الخيار. البناء الذاتي أيضا يحظى بعدد كبير من المستفيدين تجاوز 40 ألف أسرة. بالتالي نحن اليوم نضع أمام أهالينا جميع هذه الخيارات وترك القرار أمامهم. اليوم أيضا على صعيد المنتجات الخاصة بمشاريع البيع الخارطة والمشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع مطورين العقاريين أيضا هي الأخرى تشهد نمو وتشهد تزايد في الإقبال عليها وحجزها، طبعا وهي التي تتم بالشراكة بين الشركة الوطنية للإسكان والمطورين العقاريين المؤهلين. اليوم هناك أكثر من 100 مشروع توفر أكثر من 144 ألف وحدة سكنية متنوعة. نركز على وجه التحديد بشكل أكبر طبعا على المدن التي تشهد كثافة سكانية ونسبة أعلى من الطلب على الدعم السكني مثل الرياض وجدة والدمام. 72 من هذه المشاريع قطعت شوط كبير في أعمال التنفيذ، البعض منها تم تسليمها مسبقا والبعض الآخر يجري العمل عليه حاليا تمهيدا لتسليمه. بالتالي اليوم جميع الخيارات متاحة لأهالينا المستفيدين لاختيار ما يلائمهم منها. طيب دائما هناك تطوير لبرنامج الإسكان في السعودية، هل هناك توجه لديكم مستقبلا في عملية رفع نسبة القرض المعفي من الفوائد فيما يتعلق بتملك المواطنين للمساكن؟ طبعا اليوم لو نلاحظ بحسب الأرقام يعني اليوم منظومة التمويل العقاري تشهد نضج، تشهد يعني تكامل مع برنامج سكني والجهات التمويلية ومثلا بالبنوك والمؤسسات التمويلية طبعا بإشراف ومتابعة من شركائنا في البنك المركزي ساما. اليوم نتحدث إذا ما تحدثنا من 2017 حتى هذا اليوم أكثر من 700 ألف قرض عقاري، معظمها وما يصل إلى 90% منها هي قروض مدعومة. خلال هذا العام نتحدث أو خلال النصف الأول تحديدا نتحدث عن 153 ألف قرض بقيمة تجاوزت 80 مليار، معظمها أيضا قروض عقارية مدعومة. بالتالي نحن اليوم نعمل على تيسير رحلة تملك المواطنين، تيسير وتسهيل القروض العقارية لتمكين الأسر السعودية من تملك مسكنها الأول. المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف سويلم، شكرا جزيلا لك. أعلن مجلس الوزراء السعودي في جلسة يوم أمس عن تعيين الدكتور فهد الربيعة والدكتور يوهان كارلسون والدكتور جون نورمان نيوتن أعضاء في مجلس إدارة هيئة الصحة العامة، ويأتي تعيين اثنين من الخبراء الأجانب ضمن مساعي السعودية لتوظيف كافة الخبرات الدولية لدعم برامج رؤيتها وتحسين جودة البرامج المقدمة. أيضا في الرابعة ولكن بعد قليل، دورات تعزيز أحياء الفن التقليدي وقريبا فنون المتاحف على قائمة المعهد الملكي السعودي. ومن أخبار الرياضة في الرابعة لكن بعد قليل،
إلغاء جائزة اليابان الكبرى لسباق فورمولا 1 للعام الثاني على التوالي. رابطة العالم الإسلامي تدعو الأطراف الأفغانية إلى حماية أرواح المدنيين وتؤكد دعمها للشعب الأفغاني. الهيئة السعودية للبيانات توقع اتفاقية بحضور أياتا لتفعيل الجواز الصحي السعودي دوليا. استمرار تعليق تأشيرات العمرة ل13 دولة بسبب كورونا، ومكة تستقبل 60,000 معتمر يوميا. أكثر من 93,000 أسرة سعودية تستفيد من برنامج القرض العقاري لشراء المنازل خلال 7 أشهر. بعثات طبية سعودية تتطوع لعلاج الفقراء وتدريب منتسبي الدفاع المدني والهلال الأحمر في موريتانيا. أهلا بكم مجددا. أطلقت هيئة تلبية الصادرات خدمة المناقصات الدولية والتي تستهدف فتح فرص للشركات الوطنية للتوسع في الأسواق الدولية، وستعمل الصادرات السعودية على تحديد أكثر من 120 فرصة من المناقصات الدولية في عدد من الدول المستهدفة وفقا للاستراتيجية الوطنية للتصدير. يأتي ذلك دعما لرؤية المملكة 2030 والتي تستهدف رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي. تواصل بعثة سعودية بإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في نواكشوط برنامجا تطوعيا لصالح المرضى الفقراء، وفي الوقت ذاته تجري بعثة أخرى من المركز تدريبا لصالح بعض منتسبي الدفاع المدني والهلال الأحمر في موريتانيا. تدخل إنساني جديد لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يتمثل في عمليات جراحية مجانية لمرضى المسالك البولية يستفيد منها 150 بالغا في موريتانيا. هذه مناسبة لزف تحيات وامتنان ضخامة رئيس الجمهورية لأخيه خادم الحرمين الشريفين سلمان على إصراري على تقديم العون والتعاون مع الجهات الصحية في موريتانيا، سواء على مستوى التكفل بالمرضى أو على مستوى تقديم الدعم الفني والتكوين والتأطير للأطباء الموريتانيين. هذه البرامج المتتابعة تدل على روح التعاون والمحبة بين الشعبين وحرص القيادتين الكريمتين على هذا التعاون المشترك والمثمر والذي يعكس المحبة والتعاون المشترك الدائم بين البلدين الشقيقين. تزامنا مع مهمة البعثة الطبية تقدم بعثة أخرى من مركز الملك سلمان تدريبا نظريا وعمليا ل300 شخص من منتسبي الدفاع المدني والهلال الأحمر الموريتانيين. يأتي هذا البرنامج ضمن خطة البرامج التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويستهدف لبناء قدرات جمعية الهلال الأحمر الموريتاني ومنسوبي الدفاع المدني الموريتاني، وذلك بالتنسيق مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر. كما نستهدف على هامش هذا البرنامج لتدريب المتطوعين المحليين الموريتانيين بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع. نقدم دورات نوعية في الصحة والسلامة والرعاية الأولية للطوارئ، منها الإصابات الرياضية في الملاعب، ومنها حوادث رعاية الأولية للطوارئ للحوادث المرورية، ومنها إخلاء الطوارئ للمنشآت العامة. ودأب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على إيفاد بعثات متخصصة إلى موريتانيا لتعزيز قدرات الطواقم المحلية والمساعدة الطبية لمئات المرضى. إبراهيم مصطفى، العربية، نواكشوط. بدأ عدد من المستفيدين من مشروع صياد من أبناء المنطقة الشرقية في السعودية العمل على قواربهم بعد استلامها وتلقيهم دورات تدريبية مكثفة،
وذلك ضمن المشروع الذي يهدف إلى تحفيز الشباب السعودي على أن يكونوا على متن المراكب أو وسائل الصيد التي تدخل البحر، إضافة إلى تمكينهم من مزاولة مهنة الصيد. وكما تتابعون على عواجل العربية، عودة حركة الطيران في مطار كابول. طبعا هذه العودة تأتي بعد الأحداث التي شهدها المطار بعد يوم من استيلاء حركة طالبان على الحكم في العاصمة الأفغانية، وكانت مناظر مؤلمة. آلاف الأفغان يحاولون التمسك والتشبث بعدد من الطائرات التي كانت تغادر المطار، خاصة الأمريكية منها، مما أدى إلى مقتل بعضهم وحتى سقوط عدد منهم من السماء. نعود إلى الخبر الذي قرناه قبل قليل من المنطقة الشرقية، وينضم إلينا من القطيف الزميل عبد الرحمن العصيمي. أهلا بك عبد الرحمن، حدثنا أكثر، كيف هو إقبال شباب المنطقة الشرقية على مهنة الصيد مجددا بعد الدعم الأخير؟ أهلا محمد. فعلا نحن في قناة العربية فتحنا هذا الملف في شهر مايو الماضي، الزميل سالم الراجح كان معك في نشرة الرابعة، وتناول موضوع ميناء الجبيل والصيادين هناك، وأبرز المشكلات التي تواجه الصيادين السعوديين تحديدا. كانت أبرز المشكلات هي وقف المبايعات، وأيضا صيانة القوارب، وأيضا الأدوات التي يقومون بالصيد عبرها. أمير المنطقة الشرقية قبل أيام قليلة عبر مشروع صياد سلم عدد من الصيادين هنا في المنطقة الشرقية قوارب جديدة ولنشات لممارسة الصيد عبرها، عبر مشروع كبير اسمه مشروع صياد، ليس فقط في المنطقة الشرقية بل في السعودية عبر البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية. الحديث أكثر عن هذا الموضوع محمد، ينضم إلي المهندس وليد شويرد مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية. مهندس وليد، يعني برأيك إلى أي مدى سيساهم هذا البرنامج في حل مشكلات الصيادين السعوديين خاصة في المنطقة الشرقية مؤخرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع صياد هو أحد مشاريع تطوير قطاع الثروة السمكية بالوزارة، وهذا المشروع هدفه خدمة مهنة الصيد والصيادين وتوطين المهنة ضمن رؤية 2030. أيضا هذا المشروع سيساهم في معالجة أزمة الصيادين، حيث سوف يساعد في عملية توفير سعوديين في العمل في هذا القطاع. أستاذ وليد، نحن الآن نشاهد هذه القوارب الجديدة التي تم تسليمها مؤخرا للصيادين، يعني هناك نوعين من القوارب صحيح؟ إيه نعم، في نوعين، نوع عندنا فئتين من القوارب اللي سلمناها للصيادين. فئة تطلق عليها فئة اللنش، وهي أحجامها تقارب 16 متر، والفئة الثانية فئة الطراد، وهي تقريبا طولها 9 متر. كم تقريبا قارب تم توزيعها هنا في المنطقة الشرقية حتى هذه اللحظة؟ تم توزيع إلى الآن 22 قارب من فئة الطراد الصغيرة، وبالنسبة لفئة الطراد اللنش 10 قوارب. آلية إعطاء القارب للصياد، يعني أي شخص يعمل في مرفأ القطيف أو أي مرفأ يقدم على الثروة السمكية ثم يستلم، هل هناك شروط معينة؟ في التقديم على هذه القوارب عن طريق الجمعيات التعاونية، طبعا عندنا جمعية تعاونية في صفوة، بإمكان الصياد يتقدم عندهم ويشوف الاشتراطات الموجودة إن شاء الله، وبعد تقديمها عند الجمعية يبتدوا تقديمها عند الثروة السمكية ونكمل الإجراءات حقتها. أنا لاحظت أيضا في قراءة الخبر هناك أرقام يعني ملفتة للانتباه، تدريب للصيادين، أيضا حرص منكم على تهيئتهم لمهنة صيد الأسماك، حدثنا عن هذه الأرقام. نعم، تم تدريب ما يقارب 523 متدرب، منهم 186 متدرب في المنطقة الشرقية، وحذا هذا التدريب عدة برامج، منها قاموا بعملية، قمنا بعملية تدريبهم على الطرق، على الملاحة البحرية واستخدام الأجهزة السلامة البحرية، وكذلك استخدام أجهزة طرق استكشاف حق الاستقاثة بالأجهزة الاتصالات اللاسلكية.
طيب شكرا استاذ وليد، شكرا مهندس. محمد، كما سمعنا يعني جهود كبيره تبذلها وزاره الزراعه والبيئه والمياه ممثله بالبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروه السمكيه لتمكين الصيادين السعوديين ومحاوله علاج بعض المشكلات التي تواجههم في مرافق الصيد المنتشره على سواحل الخليج العربي او حتى سواحل البحر الاحمر. عبد الرحمن العصيمي من القطيف، شكرا لك وشكرا لضيفك من المنطقه الشرقيه. كشفت للعربية المديرة العامة للمعهد الملكي للفنون التقليدية في السعودية دكتورة سوزان اليحيى تفاصيل 6 دورات أطلقها المعهد مؤخرا في فنون منها الخوص والنسيج. أطلقنا الأحد الماضي 15 أغسطس الحزمة الأولى من الدورات التدريبية، عدد 6 من الدورات، 4 في الفنون التقليدية ودورتين في اليونسكو. الدورات الفنون التقليدية هي في مجال الخوص والفخار التقليدي، أيضا دورة في السدو، وأخيرا دورة في التطريز التقليدي. اليحيى كشفت أيضا عن تقديم رحلات ميدانية للمتدربين للتعرف على طبيعة الفنون التقليدية في المملكة، مشيرة إلى تقديم دورات في الفنون الأدائية وفنون المتاحف ضمن الخطة المستقبلية للمعهد. نحرص في الدورات التدريبية نقدم رحلات ميدانية للمتدربين، وأيضا نعرفهم بالأدوات والخامات واختلافاتها وكيف أنها مختلفة من منطقة لمنطقة، بالإضافة إلى أنه يمارس الحرفة التقليدية بنفسه ويخرج بمنتج كامل متكامل لهذه الدورة. بس المعهد حيركز بالفترة القادمة أيضا على إطلاق الدورات والتدريب اللي يختص في مجال الفنون الأدائية من الرقص التقليدي والأداء التقليدية زي العرض النجدية وما ذلك من الفنون. وأيضا سيركز المعهد في الفترة القادمة كخطط مستقبلية على برامج مختصة في فنون المتاحف والترميم. آخر أخبار الرياضة بعد قليل مع الزميل محمد القناص. أخبار رياضة حياكم الله. أعلن منظمو فورمولا 1 اليوم إلغاء سباق جائزة اليابان الكبرى بعد مناقشات بين الحكومة ومروجي السباق بسبب التعقيدات المستمرة لجائحة كورونا في البلاد. وكان من المقرر إجراء السباق في سوزوكا في 10 من أكتوبر المقبل بعد إلغاء سباق سنغافورة الليلي المقرر في مطلع الشهر ذاته. وتعمل إدارة فورمولا 1 على التقويم وستعلن التفاصيل النهائية في الأسابيع المقبلة. واستضافت اليابان الألعاب الأولمبية في طوكيو بدون جمهور، كما ستقام الألعاب البارالمبية نهاية الشهر الجاري دون حضور جماهيري أيضا. رفض دانيال ليفي رئيس توتنهام هوتسبير عرضا جديدا ب 125 مليون جنيه استرليني من مانشستر سيتي للتعاقد مع المهاجم هاري كين، كما تم إبعاد كين من السفر مع بعثة توتنهام اليوم لخوض لقاء باسو دي فيريرا في ذهاب مرحلة تحديد المتأهل لدور المجموعات بدور المؤتمر الأوروبي. وأوقف ليفي المفاوضات مع مسؤولي مانشستر سيتي، وهو ما سيصعب مهمة انتقال كين هذا الصيف. كان اللاعب قد تدرب لأول مرة مع زملائه أمس الثلاثاء بعد غيابه عن المباراة الافتتاحية للفريق بالدوري الإنجليزي التي فاز بها أمام مانشستر سيتي. أحرز المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثنائية ليقود بايرن ميونخ للفوز على غريمه بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف لهدف، والتتويج بعد ذلك بلقب السوبر الألماني. ليفاندوفسكي الذي أحرز 41 هدفا في الموسم الماضي سجل الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول، ثم أضاف زميله توماس مولر الهدف الثاني عقب الاستراحة، وألغى الحكم هدفا لهالاند بداعي التسلل قبل أن ينجح رويس في تقليص الفارق في الدقيقة 64. وتلاشت أمال دورتموند في العودة للمباراة بعدما استغل ليفاندوفسكي خطأ دفاعيا ليسجل هدفه الثاني والثالث لفريقه ليضمن تتويج بايرن بأول ألقابه هذا الموسم. أسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي احتضنتها العاصمة الكاميرونية ياوندي عن مجموعة من المواجهات المثيرة، أبرزها مباراة الجزائر حاملة اللقب مع كوت ديفوار، وتونس مع مالي، والمغرب مع غانا، ونيجيريا مع مصر. وستستضيف الكاميرون المنافسات خلال الفترة من 9 يناير
وحتى 10 فبراير مطلع العام المقبل. عزز الزمالك صدارته للدوري المصري بفوزه على وادي دجلة بهدف دون مقابل ضمن الجولة 31 من الدوري المصري لكرة القدم. هدف اللقاء الوحيد سجله مروان حمدي عند الدقيقة 59 ليرتفع رصيد الزمالك بهذا الانتصار إلى 73 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المرتبة الثانية. وعلى استاد الجيش بالسويس تعثر الأهلي بتعادله السلبي أمام طلائع الجيش في الجولة 31 من الدوري المصري، تعادل رفع به الأهلي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك بفارق 4 نقاط لتتضاءل آماله في التتويج باللقب، فيما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 39 نقطة احتل بها المركز الثامن في الترتيب. كانت هذه أبرز أخبار الرياضة، عودة الآن إلى محمد الطميحي لاستكمال الرابعة. شكرا يا قناص. كما تشاهدون على شاشة العربية، بيان للخارجية الإماراتية يقول بأن أبو ظبي استقبلت الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته لاعتبارات إنسانية، كما جاء في البيان للخارجية الإماراتية. أيضا في الرابعة، يعتبر اللوم الحساوي من أهم المنتجات الزراعية في محافظة الأحساء شرق السعودية، ويعتبر هذا الوقت من العام هو موسم اللوم الحساوي. كذلك استطاع شباب المحافظة صناعة عدد من المنتجات التحويلية من ثمرة اللوم. نتابع التفاصيل مع سالم الراجح. منذ عشرات السنين وأبو إبراهيم متخصص في زراعة اللوم الحساوي، هذا المنتج الذي أصبح جزءاً من هوية الأحساء الزراعية، وامتد الأمر إلى ابنه إبراهيم الذي أصبح هو الآخر مرتبطاً بهذه الشجرة التي يحتفي بها الأحسائيون في مثل هذا الوقت من كل عام. اللوم العدد ما له ريحه، يعني الحساوي مميز غير ذاك ريحته، حتى الشجره من قطعته تشم ريحته تتذوق ريحه الحساوي غير ذوق، يعرفونه مميز. الا اللي ما يعرفه من اول تشوفه حتى من خضر وذاك قالب اصفر. والله وانا صغير مع الوالد من سنين، يعني من وانا 6 سنوات للحين كله في الليمون وفي المزرعه. نايف الكليب شاب من الأحساء، استطاع توظيف نكهة اللوم الحسوي في مقهاه من خلال صناعة منتجات باردة. خلينا أقول لك، اللوم الحساوي هو يطلع من كل بيت بالأحساء. قبل 17 سنة أول فرع لنا فتحناه، كان الهدف عندنا أنه يكون عندنا منتج من الهوية الأحسائية. منتجات اللوم الحسوي أصبحت هي الأكثر طلباً في المقهى، حيث تجاوز عدد طلبات هذا الصنف في كافة الفروع 500,000 طلب منذ بداية صيف هذا العام. من الأحساء، سالم الراجح، العربية. وخلال هذه الأيام نرى نجم المرزم في الجهة الجنوبية قبيل شروق الشمس، فما هي دلالة مشاهدة هذا النجم؟ المزيد في التفاصيل أو المزيد من التفاصيل في تقويم مع خالد أزعك.
يقول الخلاوي لا ظهر المرزم شبع كل كالف من الغين، وين حنا الليالي يا شدايد؟ بمعنى انه اذا شفنا المرزم بالعين المجرده قبيل شروق الشمس بالجهه الجنوبيه نشبع تمر والليالي الحاره تنتهي، والكالف هو المزارع ماخوذ من الكلفه اي الشده، ولذلك لا منه عزم كحد تقول له لا تتكلف اي لا تتعب، والليالي الشدايد هي الليالي اللي به سموم وبه رطوبه، والشدائد جمع شده، واللي يبيعك بالرخص وقت الشده ابعوه ببلاش وقت الرخاء. والمرزم يرى بكل جلاء ووضوح بالجهة الجنوبية قبيل شروق الشمس خلال هذه الأيام، وأحد النجوم التي يستدل بها رواد الفضاء لمعرفة مواقعهم من الكون، وأحد الأربعة نجوم التي يهتم بها العرب زراع بحارة بادية، واحد منها لمعرفة الجهات، وثلاثة منها لمعرفة المواسم، نجم الجدي لمعرفة الشمال وهو أساس الجهات، نجم المرزم لمعرفة شدة القيض، نجم سهيل لمعرفة نهاية القيض، نجم الثريا لمعرفة بداية البرد وبداية الحر عن طريق اقترانها بالثريا. والثريا سبعة نجوم مجتمعة، وكنا في اجتماع كالثريا وصرنا فرقة كبنات نعش. في الختام هذا تذكير بالعناوين. رابطة العالم الإسلامي تدعو الأطراف الأفغانية إلى حماية أرواح المدنيين وتؤكد دعمها للشعب الأفغاني. الهيئة السعودية للبيانات توقع اتفاقية بحضور أياتا لتفعيل الجواز الصحي السعودي دوليا. استمرار تعليق تأشيرات العمرة ل13 دولة بسبب كورونا، ومكة تستقبل 60,000 معتمر يوميا. وأكثر من 93,000 أسرة سعودية تستفيد من برنامج القرض العقاري لشراء المنازل خلال 7 أشهر. نهاية الرابعة، إلى اللقاء.